قطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. صار جاهز؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم مجددا واهلا بكل من انضم معنا في زاويه حديث الدار. اليوم نحن يمكن نعيش في منطقه مكه المكرمه واجزاء متعدده من المملكه العربيه السعوديه تقلبات جويه. وفي هذا الاطار يسعدنا ان يكون معنا الاستاذ عبد العزيز الحصيني باحث في الطقس والمناخ وعضو تسميه الحالات. حياك الله استاذ عبد العزيز. حياك الله وحياك الله السيدات والساده مستمعي قناة المجد. أنستنا في هذه الزاوية أستاذ عبد العزيز، وبداية لو سألناك يعني يمكن السنة هذه السنة غريبة نوعا ما، في تقلبات جوية كثيرة وبالذات ما يتعلق بموضوع الغبار، هل هناك من سر تجاه هذه التقلبات؟ هلا حياك الله، أعيد السؤال لو سمحت. أنا أقول لك أستاذ عبد العزيز أن السنة هذه في تقلبات جوية غريبة، ويا ريت تسمعني بس من الهاتف، في تقلبات جوية كثير مرت في السنة هذه على السعودية، ومن هذه التقلبات ما يتعلق بالحالة الغبارية اللي نشهدها هذه الأيام في منطقة مكة المكرمة. ما هي الأسرار تجاه هذه التقلبات الجوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة لا يوجد هناك غرابة في الموضوع، يعني المملكة العربية السعودية هي منطقة طبعا منطقة صحراوية، ومتى انتفى وجود المطر أو قلة المطر في منطقة ما فبمجرد هبوب رياح نشطة تثير الغبار. اللي حصل طبعا أمس واليوم ومتوقع غدا وبعد غد إلا أن يصرف الله سبحانه وتعالى. طبعا اللي حصل هناك منخفض جوي الآن يقع ما بين الحدود الشمالية وتبوك وما بين الأردن وشرق مصر. هذا طبعا الرياح بتقدير العزيز الحكيم اتجهت الرياح من المناطق الغربية خاصة الساحل والمنطقة الوسطى وخاصة الأجزاء الغربية منها صوب هذا المنخفض الجوي، وذلك بسبب التجاذب بين الرياح الجنوبية والرياح الشمالية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي. زادت حدة الغبار بسبب أن المناطق الشمالية الغربية والمنطقة أجزاء من المنطقة الغربية الأمطار عليها هذه السنة كانت قليلة، وبالتالي كانت الأرض جافة، وأيضا عدم وجود نباتات ربيعية في تلك المناطق، وبالتالي كانت نسبة أصبحت يعني الأرض كانت جرداء، فبالتالي بمجرد ما تنشط الرياح السطحية تثير الأغبرة. والدليل على ذلك شوف منطقة الرياض كمنطقة ومنطقة المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية الغربية التي يعني جاء أمطار ما بين أمطار غزيرة ونبتت فيها الأرض وأصبحت منطقة معشبة، ولله الحمد الغبار كان تقريبا أقل من المتوقع رغم نشاط الريح السطحية. فجفاف الأرض وأيضا تعري الأرض من النباتات هذا يزيد نسبة الغبار في المناطق التي تنشط فيها الرياح، وهنا يدعونا إلى 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 تساؤل، ويدعون ايضا الى بحث الجهات المختصه خاصه فيما يتعلق بتنميه المراعي والاستزاده من زراعات النباتات والمحافظه على المحميات الطبيعيه، وايضا المنع الرعي الجائر، لان هذا من اسباب كثره الغبار ونشاط وظهور كثافه للغبار هو بسبب الرعي الجائر. جميل. فهذا اللي صار، وطبعا نحن الان نعيش في فتره انتقاليه تنقلنا بالتدريج من فصل الشتاء الى فصل الصيف، وهذا طبعا نعمه من نعم الله علينا، لان لو قدر الله سبحانه وتعالى وتم الانتقال فجاه من الشتاء الى الصيف لربما تاثر الانسان والحيوان. صحيح. وحتى الجماد، لان التدرج من كل شيء هذه نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى. جميل. استاذ العزيز، من خلال الإلماحات اللي أنتم أشرتم إليها في موضوع أن الغبار قد يكون غدا كذلك بعد الغد، الإشارة إلى يعني حرص الأهالي الأسر داخل البيوت كذلك المؤسسات التعليمية في يعني محاولة البقاء داخل المنازل حتى لا يتأثر بهذا الغبار. سؤال رائع جدا ومهم جدا. أولا بالنسبة لمن يعاني مشاكل في الجهاز التنفسي سواء كان كبار أو صغار
هذه طبعا يفترض أن يتخذ الإجراءات المناسبة لمنع مثلها تطورات لمنع أي تطور يؤثر على الجهاز التنفسي وخاصة الغبار. فالأسر يفترض بها طبعا أن تتابع النشرات الجوية وأيضا أن تتابع محللي الطقس الذين يثقون فيهم من خلال ما يطرحونه من تنبيهات أو من خلال ما يطرحونه من تحذيرات. هذا مهم جدا وخاصة لمن يسلك الطرق الواقعة ما بين المناطق، وأقصد بذلك المنطقة الغربية وأيضا أقصى غرب منطقة الرياض وأيضا منطقة القصيم والجوف وتبوك والحدود الشمالية. هذه متوقع أن يستمر عليها الغبار. قبل قليل جاءني من المراسلين في المنطقة الشمالية الآن غبار تكاد تنعدم الرؤية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا جاءتنا أخبار أيضا بأمطار وسحب رعدية. الآن الحين المنطقة الواقعة ما بين الحدود الشمالية وتبوك الآن توجد سحب رعدية وأمطار، فهي جنبا إلى جنب إلى الغبار. وطبعا هذه الحالة الجوية متوقع أن تستمر أيام، وإن شاء الله بإذن الله لا يكون بس فقط هو المسيطر على الغبار وإنما يكون أيضا هناك الأمطار. أعيد وأكرر نعم. على الأسر وخاصة ممن يعاني من حساسية بالصدر أن ينتبه للغبار، لأن الغبار يؤذي الإنسان نعم. وذلك بغلق النوافذ والأبواب واتباع النشاط الجوية، وخاصة بمن يثقون فيه حتى يقللون من مشاكل التنفس لديهم. أستاذ عبد العزيز، أخيرا الحالة الجوية هذه هل تم تسميتها باسم معين؟ لا طبعا ليس حالة ممكن أن نسميها. إيش المعيار في ذلك؟ هي الحالة التي تسمى عندما تكون يعني تسمي نفسها أصلا، يعني تكون راسخة في أذهان الناس. جميل. ما يمكن ينسونها. جميل. فهي تسمي نفسها عندما نجد أن ما زعت زين الضغط أنها بينت فيها يعني شيء معين مثل غبار كثيف أو مثلا أمطار غزيرة جدا أو برد شديد أو برد شديد أو حبات برد كبيرة أو حر شديد. جميل. على غير العادة هنا عاد يتم بحث عن اسم او تصويت هل تسمى هذه الحاله او لا. اما ما عداها طبعا هي ضمن يعني الغبار هذا اللي جاء ليست مشكله، يعني هو حدث من قبل الايام السابقه، ايضا قبل فتره تعرضت منطقه القصيم لعاصفه غباريه يعني عانوا منها الامرين، رغم ان الغبار ليس ترى كلهم شر، فيه اشياء في خير ايضا، لكن ربما يقول لو نشرح قد يجب طول هذه الشيء. الله مستعان. فالمقصود أن مدى يحس الناس بين هذه قوية أو ضعيفة عندما تتعرض حياتهم الشخصية صحيح. يتعرضون للغبار أو يتعرضون للأمطار أو يتعرضون للبرد الشديد أو للحر، فبالتالي تحدث خارج المدن ربما أشد في مسألة الغبار أو أشد في الأمطار، ولكنها تمر مر الكرام. يحدد التسمية للحالة مدى شموليتها ونوعيتها وضررها، وإن شاء الله بإذن الله حتى الآن لم ترد لنا أخبار مضرة. كل ما هنالك كان غبار كان شبه إلى شبه انعدام في مدى الرؤية في بعض المناطق، خاصة منطقة مكة ما بين مكة وجدة، وأيضا منطقة تبوك متوقع الآن الرياح فيها عاصفة، يعني مش عاصفة أيوه هذا هو المشاهدين أقصد حبات شديدة يعني. طيب. وصلت إلى تقريبا إلى 49 كيلومتر في الساعة. أيضا منطقة الحدود الشمالية الآن أيضا وصلت إلى 35 وربما تصل فوق 40. صلاة على سعد العزيز. حدود المعقول، هي الآن في حدود المعقول، ولكن اللي خلى الناس يستعون أو يخافون بسبب المناطق التي نشطت فيها الرياح هي منطقة جردة لقلة الربيع وأيضا منطقة جافة لقلة الأمطار. إن شاء الله. أما هي إلى الآن في حدود المعقول وما الأمور إن شاء الله ماشية وسالكة. بس اتبعوا التنبيهات وحرصوا على عندما تشدون يشاهد المواطن او المقيم الرياح شدد يحاول ان يأمن نفسه بحيث انه يبتعد جيد. الله يعطيك العافية. جزاك الله خير، وإن شاء الله مع يعني حرص المشاهدين والأسر على اتباع هذه التعليمات يصلوا إن شاء الله إلى بر الأمان، ويكون هناك عدم إن شاء الله يعني تضرر من ما يحصل في هذه الأجواء. الأستاذ عبد العزيز الحصيني باحث في الطقس والمناخ وعضو تسمية الحالات، شكرا جزيلا لك.